في سوهاج أعلن دكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة انطلاق فعاليات معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية والمعروف بلياقتي مهارتي، وذلك بنادي سوهاج الرياضي. تفاصيل أوفى من سوهاج مع زميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. أعلن الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج انطلاق فعاليات معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية لياقتي مهارتي بنادي سوهاج الرياضي، بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، حيث أطلقت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات المعسكر لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بنادي سوهاج الرياضي بإدارة سوهاج بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونسكو، لعدد 100 مشارك من الجنسين للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة ولمدة يومين، ومتابعة لجنة وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المعسكر والمشكلة من الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتورة سامية عيد مدير إدارة المعسكرات والتطوع، والأستاذة مريم عياد الأخصائي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية. ويهدف البرنامج إلى إكساب الفتيات المهارات الحركية والاجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي. احنا النهارده في نادي سوهاج الرياضي بحضور لجنه من وزاره الشباب والرياضه لمتابعه الانشطه والبرامج اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، اداره الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه بالوزاره. احنا في ارض النادي في ملعب الباسكت بننفذ النهارده معسكر من ضمن معسكرات برنامج الرياضه من اجل التنميه. والبرنامج ده بيتم تحت رعايه السيده قرينه السيد رئيس الجمهوريه. البرنامج منها لياقتي مهارتي انشطه رياضيه، منها حكاوي دواير حكاوي دوي اللي هي بيتم من خلالها ان الفتاه ازاي تدافع عن نفسها، ازاي تعرف مقوماتها، ازاي تعرف تتكلم، ازاي تاخد الثقه في نفسها. برنامج الرياضه من اجل التنميه هو برنامج متكامل بيتم للفتاه من 10 ل 15 سنه، وتم اضافه انه يتم مشاركه الاولاد فيه بعدد 20 واد. المعسكر بيتم ال 100 مشارك منهم 80 بنت و20 واد، بيستفيدوا حاجات كتيره جدا من خلال مدربات بتدربهم بالتعاون مع منظمه اليونيسيف. البرنامج بيتم الوزاره بالتعاون مع اليونيسيف، بيتم من خلال مدربات خاضعين لحضور عده دورات تدريبيه نفذتها الوزاره بالتعاون مع اليونيسيف. بتتعرف ازاي البنت ازاي تدافع عن نفسها، ازاي تاخد الثقه في نفسها، ازاي تتكلم، ازاي لو في حاجه جواها ازاي تحكيها لوالدها، ازاي تحكيها لوالدتها، ازاي تحزن لحزن اصدقائها، ازاي تفرح لفرحهم، ازاي تساعد صديقتها، ازاي تتعاون مع الاخرين، ازاي تكون ايجابيه، ازاي يعني تحارب السلبيات، ازاي تبقى مفيده للمجتمع، مفيده لنفسها، ازاي تعمل من خلال حلقه يعني من خلال مجموعه، ازاي يعني يخرجها من قصه الانطواء. دي كل يعني بعض من المميزات اللي بيقدمها المشروع. طبعا المشروع تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه مع بالتعاون مع اليونيسيف، بيتم تنفيذه هنا في محافظه سوهاج. احنا نفذنا في شهر 10 23 اكتوبر 23 عدد 4 معسكرات، والمعسكر في شهر فبراير ده المعسكر الخامس، وان شاء الله منتظرين 5 معسكرات جايين الفتره القادمه. ما بننفذش في السنتر في المحافظه، لا احنا اتحركنا للقرى والمراكز، نفذنا في ساولتا، نفذنا في طحطة، نفذنا في الصلعة، نفذنا في أخميم، نفذنا في طيمة، نفذنا في السمارنة في المراغة. بنتجول في المحافظة كاملة بنوصل الخدمات للقرى والنجوع انها توصل الخدمة للفئة دي. جاينا احمد في اولى اعدادي، فالنهارده احنا في لياقتي مهارتي، فانا استفدت حاجات كتيرة. هو في نادي البحري، فاحنا استفدنا حاجات كتير، قعدنا انشطه كتير، عملنا انشطه كتير خالص، وهيقدموا لنا وجبات، وهيدوا لنا شنطه فيها حاجات كتيره، وهيدوا لنا زي كتاب كده فيه قصص وبس، فهتبقى حاجات ممتعه. واحنا اتعلمنا التعاون وحب الغير، ان احنا نساعد حد مثلا لو حد وقع نقومه كده يعني. حالة مجدي، وانا في النادي البحري لياقتي مهارتي. احنا استفدنا حاجات كتير اتعلمنا حاجات كتير، وهيدونا كتاب وشنطه فيها حاجات حلوه وكده، ويعني استفدنا حاجات ان احنا مثلا زي لو حاجه يعني لو حد عايز فلوس نديله، لو حد وقع نقومه كده. التعاون والتعاون يعني انا اعاون مع
اتعاون مع حد غيري. من داخل نادي سوهاج خادم يشنب للقناة طيبة.